صباح الخير، معاكم الكوتش خالد الجبالي من صالة سيتي جيم. اليوم ان شاء الله بناخذ جسم تام للعبة كمال اجسام للمبتدئين، واول فقرة ان شاء الله ناخذوها بالاحماء. نبدو ناخذ سير، ناخذوه من 5 إلى 10 دقائق لناخذوا به شويه احمال الجسم، وتكون الحركه دائما تكون فتح خطوه سريعه. يعني بالطريقه ديما تكون متباعد على مسافة السير، مسافة كويسة، ويكون صدرك واخذ صدرك مستوى الأعلى، يعني وقفة ثابتة، وتكون حركتك بالطريقة هذه. وهيك تو نكونوا كملنا الإحماء، وإن شاء الله نمشوا للحركة الثانية. طبعاً تو ناخذوا أول حركة في جسم تام للمبتدئين. نبدأ بحركة الظهر، سحب أمامي، بناخدوها توا بتكنو بطيء، وبعدين نوريكم بالضبط كيف تكون الحركة بالطريقة المضبوطة. يكون شد البار من المسافة هذه، وتثبت ظهرك، تاخذ بالطريقة هاي. يعني شد الظهر الى اسفل، ونفرد ونفتح فتحه كامله للظهر، وهكذا. توا ناخذوا راحه ديما من دقيقه، نستريحوا ما بين الجلسات. يعني في الحركه هي حركه بدايه البرنامج للمبتدئين، ناخذوا ثلاثه جلسات في العشره باذن الله. وتوا ناخذوها بالطريقه اللي المفروض يكون يبدو بها المبتدئين. أعزائي المشاهدين، توا كملنا حركة سحب أمامي في حركة الظهر، بيكونوا جلسات ثلاثة جلسات في العشرة، وهي نشوفوا توا حركة عضلة ثانية. ناخذوا حركة أسفل الظهر، توا تكون القميص بالطريقة هذه، تاخذ رجليك واسعاك شوية، تسحب المثلث. صحن بيكون بالطريقة هي، حاول ديما تاخذ العضلة ما تطيحش بظهرك التالي، تاخذ هيك بمسافة هي وفردة، تفرد انك انت تفرد جهاز، تفرد الظهر كامل وتحاول تجبد مرة ثانية بنفس السرعة. وهيك توا كملنا الحركة الثانية في الظهر. هذا جهاز أسفل الظهر، يعطي عضلة الظهر، حتى هو يعطي من أسفل الظهر ومن فوق.
تو مفروض ان احنا ناخده نخشه في عضلة تانية، عضلة الصدر بإذن الله. يلا هاي تعالوا معي تو بناخده العضلة التانية، هي عضلة الصدر، هذه تعطي في المستوى هنا. ناخده أول حركة حتى هي بتكون 3 جلسات في العشرة. تكون بالطريقة هذه. تكون ظهرك دي مع الكرسي ثابت، تاخذ على مستوى ديك، يلا هيك تو كملنا 3 جلسات. هادو 3 جلسات في العشرة، تو بناخدو الحركة اللي بعد. تو بعد ما كملنا الحركة الأولى في الصدر، تو بناخدو الحركة الثانية اللي هي فتح صدر، تكون بالطريقة هي. ضروري تكونوا تتبعوا معي كويس، يكون مستوى الماكينة على مستوى الصدر بالطريقة هذه، وظهرك يكون مساوي على الكرسي. تاخذها بالطريقة هي، تو ناخذوها بطيئة شوية باش تفهموا معي بالضبط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. وهيك تو كملنا 3 جلسات في ماكينة فتح صدر، تكون بالطريقة هي. ضروري انك انت تكون مركز ان هو الماكينة هي تعطي في الصدر، في تقاميسك تعدل الكرسي متاعك وظهرك يكون ديما مساوي على الواحد، ما تقدمش معاه لقدام. ضروري يكون ظهرك صدرك وظهرك يكون مسند بالكرسي.